الكانسر أو بعبارتنا السرطان أو اللي ما يتسماش أو المرض الخبيث أو العياذ بالله كما اعتدنا عندنا في مصر، هو بعبع عالمي، يعني كل العالم بالتأكيد لدي أن هذا المرض الخبيث أو هذه الأورام الخبيثة هي البعبع. الكل لا يعلم أبداً متى سوف يأتي هذا البعبع وياخد صحة الناس والأمر بتاع ربنا في النهاية، مين هيشفى ومين هينتقل من رحمة الله إلى رحمة الله. وأنا يمكن أقول لك على تجربة صغيرة بسيطة حصلت مع أبويا الله يرحمه. أبويا الله يرحمه قعد 4 سنين بيشعر بتعب وبوهن وبانهيارات متتابعة وكثيرة في أجهزة وفي أعضائه الداخلية. أتذكر كويس جدا أنه كان مصر أن عنده كانسر، لكن التقارير الطبية في أغلبها إن لم يكن كلها قالت لا ما عندوش، وفضل يتعالج باعتبار أن عنده باركنسون أو شلل الرعاش تقريبا حوالي 4 سنين، إلى أن شاء العلي القدير ومساعدة صديق لأبويا فراح خلي بالك أن أبويا يعني لف على مستشفيات في أكتر من دولة، حظه في صاحبه أنه خلاه دخل مستشفى في ألمانيا، قالوا له لا تعالى بقى ده احنا هنبدأ من أول وجديد، قالوا له بص أنت عندك كانسر بس بعد 4 سنين. القصة دلوقتي بالنسبة لي مش فكرة التشخيص، لأنه لف في كذا دولة عشان برضو ذهنك ما يروحش، احنا عندنا هنا في مصر مجموعة من أروع وأعظم الأطباء والجراحين في كل المجالات وبالذات في هذا المرض الملعون. العالم مشغول، وكنا نقعد نقرا ساعات بعض الاراء، سيبك من انها علميه او غيرها، بعض الاراء يقول لك ايه بص شركات العالم عارفه العلاج هيبقى ايه بس مش عاوزه تنتجه خوفا على ارباحها الماديه، مافيا الدواء الدوليه تطارد العلماء والباحثين. كل القصص دي بالنسبة لي ما بقتش بتهمني بقدر ما أنا زي كل البني أدمين بنقول متى نجد علاج لهذا المرض، وهل من الممكن أنه يبقى فيه لقاح ما؟ ما هو الكانسر ده برضو ما هوش فيروس عشان أجيب له لقاح، يعني ده ذهني اللي على قده، أنا راجل مش دكتور ومش باحث في مثل هذه العلوم، لكن لقينا أن في خبر مهم، والخبر عن مين؟ عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هذا الخبر تقدر تعتبره بشرة تسعد الملايين حول العالم، لأنه الرئيس فلاديمير بوتين هو من قام بهذا الإعلان. دم حضرتك على أقول لك أصل روسيا بيجيب حاجات من عنده، هو من قام بهذا الإعلان. فلاديمير بوتين مع حفظ اللقب بيقول العلماء الروس على وشك، خد بالك على وشك إنتاج لقاحات للسرطان. نفهم أكتر إذن اسألوا أهل العلم. نروح نستقبل معانا على التليفون دكتور أحمد سعد استشاري الأمراض الباطنة يحدثنا من موسكو. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك استاذ. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بسادة المشاهدين. أهلا بسادتك يا دكتور. عايزين نفهم حول يعني اللي قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دي حاجة قلبت الدنيا. بالضبط، هو يعني مبدئيا كده بس اشرح للساده المشاهدين حاجه بسيطه كده في عجاله. هو ايه هو السرطان؟ السرطان هو عباره عن انه في اختلال بيحصل للتركيب الجيني للخلايا في الاعضاء المختلفه، سواء كان في المخ او في الكبد او في الكلى او الرئه او المبايض او 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 او, أو. الخلل الجيني ده بيخلي الخلايا بتنقسم بشكل غير طبيعي ولا تقوم بوظيفتها اللي هي المفروض تقوم بيها، فبالتالي الورم بيبدا ينتشر ويكبر بسرعه اكبر حتى من الخلايا الطبيعيه، فبالتالي بيعمل مشاكل وبيبدا ينتشر وبيمشي في مسار الدم ويتزرع في اماكن ثانيه وهكذا. طيب اللي اتكلم عليه الرئيس بوتين، هو من 2009 كان بدا العلماء الروس، وهنا في معاهد في موسكو وفي سان بيترسبرج وفي مدن كتيره معاهد متخصصه في ابحاث السرطانات. ففي 2009 كان في معهد اسمه بيتروف، كان معهد بيتروف ده بدا يعمل فكره اللقاح، ان هو طالما ان في خلل جيني طب احنا ممكن ان احنا نستخدم هذا الخلل في ان احنا ننبه جهاز المناعه
ان البروتين ده او الخلل ده نحقنه جوه الجسم، فبالتالي مناعه الجسم تتعرف عليه في الخلايا السرطانيه فبالتالي تقتله، ويكون مش علاج دوائي، هو تحفيز لجهاز المناعه او تدريب لجهاز المناعه، او بتدي اشاره لجهاز المناعه بتقول له ان اللي بيحصل ده غلط. فبالتالي جهاز المناعه يبدا يهاجم الخلايا اللي فيها الخلل ده ويكسرها. ففي طريقه ممتازه جدا، هي طريقه تدريب خلايا المناعه خارج الجسم. ازاي؟ بيجيبوا خلايا سرطانيه من نوع معين، من عضو معين، مثلا وليكن الرئه، البروستاتا، القولون، وبيزرعوا جنبها خلايا مناعيه من الجسم اللي هي التي سيلز او خلايا تي. فبتبدا الخلايا التي دي تتعرف عليها وبتبدا تهاجمها، فالاجسام المضاده اللي بتطلع دي هي اللي بيحقنوها بعد كده للمريض، بحيث انها تسير في الدم، وكل ما تلاقي النوع ده من انواع الخلايا ترتبط بيه وتقتله. فده شرح مبسط، هو معقد شويه عن كده، بس هو ده شرح مبسط يعني. كويس، ده العلم للبسطاء اللي زي حالتي. لا هو يعني الموضوع معقد حتى للاطباء كتير، لان الموضوع المناعه ده يعني بحره كبير قوي واسع طبعًا. جدا، وفي ده تخصص بذاته يعني. طبعا. فدي نوع من الانواع. في نوع تاني برضو من اللقاحات، هو ان احنا بناخد البروتينات اللي بتنتجها الخلايا دي السرطانيه وبنبدا نحقنها برضو في الجسم، بحيث ان هي يتعرف عليها جهاز المناعه. فاحنا بندي يا اما بنحفز جهاز المناعه، يا اما بندي اجسام مضاده جاهزه تهاجم او تحط كده زي فلاج او علامه على الخلايا، بحيث ان جهاز المناعه يفوق ويروح هاجم عليها. في بعض الاوقات خلايا السرطان بتطلع مواد كيميائيه بتقفل الميكانيزم ده، او مش عارف يعني الميكانيزم اللي هو الآلية دي، العمل او الآلية، صح، الآلية دي بتقفله في جهاز المناعة. فبتبدأ جهاز المناعة بيبقى شايف السرطان بس مش قادر يعمل معاه حاجة، لان السرطان لما بيكون كبير بيطلع الكمية دي من المواد الكيميائية اللي بترتبط بالمستقبلات الكيميائية اللي موجودة على الكيسل، فبتمنعها انها تكسر. فهم بيختصروا هذه الخطوة في اللقاح، بحيث ان هي تعلم على الخلايا وتمنع المواد الكيميائيه دي انها تمنع خلايا الجسم ان هي تقاوم السرطان، لان هو السرطان كل يوم بيحصل عندنا، كل يوم اي انسان طبيعي بيحصل خلل في الخلايا، الجسم بتتحول لخلايا سرطانيه وجهاز المناعه بيقضي عليها. طيب ده كلام كويس. كلمه على وشك دي علميا بتساوي ايه؟ يعني احنا بالنسبه لنا في الشغلانه بتاعتي لو قلت على وشك دي يعني بتبقى ايه، بضع ايام بضع اسابيع، لكن في العلم لو قلنا على وشك تبقى معناها ايه؟ على وشك دي ممكن تبقى سنه او اكتر، لان مراحل، لان احنا دلوقتي لقينا دواء او لقاح لازم يتجرب على حيوانات. الاول بنجرب على حيوانات، وبعد كده على مثلا على المايس او الكرات اللي هي الفئران، وبعد كده بنجرب على القرده البسيطه، وبعد كده القرده العليا، وبعد كده على الانسان. فطبعا على وشك ان هم الاليه نفسها وجدت ولقت نجاح، بس لسه ما اتجربتش على الانسان. يعني نقصد التجارب السريريه لم تتم بعد. وحتى على فكرة في نفس الفكرة تقريبا موجودة في أمريكا وفي إنجلترا، وشغالين عليها نفس تقريبا الفكرة، بس هي مختلفة شوية كفكرة طبية، وبرضو لم يوفق عليها في أي حتة، لسه على وشك برضو. أيوه. هم زي ما قلت لحضرتك إن هم شغالين من 2009، فتخيل حضرتك إحنا النهاردة في سنة كام، فالوقت بيبقى حاجز، لازم أطمن إن هو سيف، ولازم أطمن إن هو فعال. وإذا كان فعال 40% أنا عايز أخليه 60، إذا كان هو 60 عايز أخليه 80، بحيث إن نطلع منتج يعني يبقى فعال فعلا ومفيد للمرضى في مراحل السرطان المختلف، يعني في المراحل الأولى والمراحل اللي هو التيرمينال أو اللي هو المراحل المتأخرة من السرطان، لأن لو هو نجح هيقدر يقاوم السرطان حتى في مراحل الانتشار في الجسم كله اللي بنسميها المرحلة الرابعة.
طب سؤال أخير معلش، أنا آسف، أنا أسمع عن أنه تحفيز جهاز المناعة ده بيبقى لازم يكون بمنتهى الحذر، لأنه لو تم تحفيز الجهاز أكثر مما ينبغي الجهاز نفسه يصبح بيهاجم الجسم فيما بعد ذلك، زي الروماتويد على سبيل المثال، بيحفز الجهاز بشدة فيسبب الروماتويد مثلا يعني. فهل هل 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 الابحاث دي بتبقى عامله حساب ده يا دكتور؟ انا مجرد ان انا فعلا انا بحب الحاجات دي ولا افهم فيها، فبحب اسال. هشرح لحضرتك، انا يمكن واحنا بنتكلم قلت لحضرتك ان الادويه دي او اللقاحات دي بتعمل ايه؟ بتعلم وتحط فلاج علشان تقول لخلايا الجسم ان الحته دي مش مظبوطه. يعني هو العلاج الكيماوي اللي احنا بنستخدمه للسرطانات مشكلته ان هو بيدمر اي خلايا سريعه التكاثر او سريعه الانتساب، عشان كده بيوقع الشعر وبيدمر الحيوانات المنويه وبيوقع الرموش لان هي خلايا سريعه الانتساب. ايوه. لكن اللقاح هو بيعلم على المكان ده تحديدا، فبيقتل الخلايا السرطانيه فقط دون عن غيره. لكن هو ما بيحسسش جهاز المناعه في العموم، هو بيحسس جهاز المناعه بيقول له في حاجه هنا غلط تعالى كسرها. فهمت. دكتور مش جاي مصر قريب؟ والله انا لسه كنت في مصر قريب. ان شاء الله حاجه. ارجوك لما تيجي خليني اسعد واتشرف بمقابلتك. ارجوك. اكيد 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 انا بقى سعيد والله. شكرا طبعا ليك يا دكتور. يعني ربنا يخليك ومع حضرتك خاصه يعني. لا ده انا اتشرف جدا صدقني، يعني انا دايما افخر بمقابله العلماء يعني، وبالذات اللي جايين من موسكو. ارث قديم يعني. اشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر دكتور احمد سعد استشاري الامراض الباطنه من موسكو.